طيب، بعيد عن بقى المشاكل والقصص والحكايات اللي تقريبا بنتكلم عنها بقى لنا 20 30 40 50 واجدادنا كمان بيتكلموا عنها، وهي هي نفس المشاكل المكرره. الله يرحمهم طبعا، الله يرحمهم. تقريبا انا لو جبنا الجرايد من الاربعينات غالبا هيبقى نفس المشاكل تقريبا. صحيح. يعني شباب، مشاكل ازمات الكره المصريه. صح كده، ازمات الكره المصريه. بعيدا بقى عن الكلام ده كله، ايه رايك في اسامه ابو علي؟ مفاجاه. طبعا. بامانه شديده يعني، البدايات لم تنبأ عن ما عن النهايات، يعني زي ما بقول لك البدايات ايه، كان فيها نوع من القلق. لكن سبحان الله، في يعني في اجتهاد وفي توفيق ربنا. يعني النهارده 3 اهداف، قبل كده اهداف مؤثره. بص، الماتشين بتوع بيراميدز هما كان الاعلان الرسمي للموسم. الماتشين بينوا حقيقه البطل، عجينه البطل الصلبة، انه قادر على انه رغم كل الضغوط وكل الظروف والاجواء كانت مثلا للمنافس هي المهيئة، وكله كان بيصب في مصلحة ان المنافس اللي 14 ماتش بالتالي انه خلاص. لكن بتيجي الفرق الكبيرة المتبرسة صاحبة التاريخ، بيبقى لها دور كبير جدا في اثبات طينة اللاعبين الكبار، قدرة الجهاز الفني. تمام. غل في المشهد ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. طبعًا. من قبل كل حاجة بسام ظهر خاصة في الماتش التاني. يعني الهدف التاني، قدرة على التحرك، الباصة بتاعت اللي فيها يعني روعة من إمام. يعني بديك حاجة كده على طبق، مش طبق من فضة، طبق من ذهب. يعني التحركات الولد، واعتقد ان هو عنده من المزيد اكتر في الفتره اللي جايه. يعني ايه؟ يعني اتمنى انه ما تكونش دي طفره وانتهت في ظل رغم ان المباريات صعبه وفرقه بتنافس على محاوله الهروب من الهبوط، وفرقه بتنافس على كان على مسابقه، لكن اثبت قدراته، وان الاهلي وجد ضالته في النهايه، وانه لكل واحد ليه شغلانته. يعني ايه؟ ما تنفعش يتوظف حد في مكان هي مش بتاعته، ما بيحسهاش، ما بي يعني ايه، ما بحسش بالمكان، بحس مهاجم بالمكان. مهاجم. يعني عاوز اقول لك ايه، ما ينفعش لا، لكن عاوز اقول ايه، عاوز اقول للجمهور والجمهور الاهلي، تفرح بوسام، لكن ما تدفعوش دفعا للنهايه المبكره. يعني ايه؟ في مهاجمين كتار انتهوا بسبب انه مساله التدليل ومساله كذا. لا، مهاجم كويس، لكن ما زلنا ننتظر. انت عاوز، الاهلي محتاج واحد يقعده على طلعه على القمه يقعد معاه 3 4 5 سنين. يعني انت ايه، لو ما تفتكر اكيد عشنا اللحظات بتاعت فلافيو، وشفنا تجربته ازاي كان تم الانتقاد وبتاع لغايه ما ربنا فتح عليه بالهدف الشهير بتاع المحله، وبعد كده ايه، انطلق. رغم انه كان هداف الدوري الانجولي لمده من 4 إلى 5 مواسم ب 35 و37 و34 و31 و29 لغايه ما وصل لغايه 18 16 قل لغايه ما النادي الاهلي، حتى لما جه الاهلي اتعاقد مع افيلينو وقتها اضطرب فلافيو. لكن وجهه نظر كانت غريبه مختلفه للناحيه الثانيه، ده افيلينو جه معاه على البيع جلبرتو. أيوة. يعني ايه سبحان الله. وجلبرتو يعني بقى واحد من اهم الاجانب اللي جم الاهلي، اصبح متخصصين مملوك منطقه الجزاء قليلين قوي. يعني عشان تدور عليهم، شوف الاهلي تكبد قد ايه عشان يصل الى المشهد اللي انت شايفه. صح. فاصبحت الناس اللي بره بص ايه على عينيه، فيبقى هدف لمين؟ لاماكن تانية، لناس هتبقى تحط وتشوف. فاعتقد انه وسام قدم مستوى مكسب مهم جدا للنادي الاهلي. اعتقد انه هيحتاج معاه تدعيمات طبعا، لا شك انه هيحتاج. 100%. هيجي لك ليه؟